انا بقى عشان بدايه السنه الجديده، تعالوا ندعو الله سبحانه وتعالى ونبتهل الى الله سبحانه وتعالى بحاجه كلنا محتاجينها، نستغيث بالله سبحانه وتعالى انه يكشف عنا الكرب عشان السنه الجديده تبقى سنه مفتوحه بالنور والبركه والجمال. انا عندي سبعيه اسمها سبعيه الاستغاثه، ومجربه في كشف الكرب، ومجربه في فتح الابواب ان شاء الله، وربنا سبحانه وتعالى يرزقنا بيها. بتقول يا السبعيه: يا جميل قلبي عليل فطهرني مني، يا حنان خاطري كثير فاجبرني بلطفك، يا ملك أتذلل لك أدرك عبيدك من هلك، يا غياثي غرقت في وحلي فنجني بوصلك، يا واسع حالي يضيق فوسع لي في مددك، يا ودود مللت الشرود فأذقني شهد قربك، يا حبيبي برئت من ذنوبي فاجذبني دوما إليك. نقولهم مرة تاني عشان نتعود عليهم ونجربهم على الأقل في أوقات الكرب 10 مرات: يا جميل قلبي عليل فطهرني مني، يا حنان خاطري كثير فاجبرني بلطفك، يا ملك أتذلل لك أدرك عبيدك من هلك، يا غياثي غرقت في وحلي فنجني بوصلك، يا واسع حالي يضيق فوسع لي في مددك، يا ودود مللت الشرود فأذقني شهد قربك، يا حبيبي برئت من ذنوبي فاجذبني دوما إليك.